ونجدد الترحيب بحضراتكم في هذه التغطية الإخبارية المستمرة والمتواصلة من القاهرة الإخبارية التي نتابع فيها عن قرب أبرز مستجدات العدوان الإسرائيلي على لبنان. We should all be alarmed by the escalation. Lebanon is at the brink. لبنان اليوم هو ضحية عدوان إلكتروني سيبراني جوي بحري. ونبدأ بالمحصلة، حيث أفادت وزارة الصحة اللبنانية أن ما لا يقل عن 6 أشخاص استشهدوا وأصيب 91 آخرون في الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة. أضافت أيضا الوزارة أن هذه الحصيلة ليست نهائية، مع توقعات بارتفاع حصيلة الضحايا في ظل استمرار عمليات الإنقاذ. شنت مقاتلات إسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مقر لحزب الله بالضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب المعلومات الأولية فإن 6 مبان على الأقل قد سويت بالأرض جراء الغارة الإسرائيلية. وقد أعلن المتحدث باسم الجيش الاحتلال دانيال هاجاري أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المقر الرئيسي لحزب الله ومقر قيادته في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. أشار أيضا هاجاري إلى تنفيذ غارة جوية واسعة النطاق على الضاحية الجنوبية. أفادت تقارير إعلامية بأن جيش الاحتلال استخدم قنابل خارقة للتحصينات زنة 2000 رطل في الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت. وبحسب مراسلنا فإن المنطقة المستهدفة في ضاحية بيروت مكتظة بالمباني والمدنيين، وأشار مراسلنا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استهدف تلك المنطقة بعدد كبير من الغارات. وينضم إلي من واشنطن الكاتب والباحث السياسي الدكتور توفيق حميد. دكتور توفيق، يعني بعد هذه الغارات العنيفة غير المسبوقة على الأقل في الأيام الماضية، كيف تتوقع رد الفعل من جانب حزب الله؟ أولا أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين وشكرا على الاستضافة. الحقيقة هذه الضربة جاءت فيها شيء من التوقع الأولي، أن حصل ضربات كثيرة في الفترة الأخيرة لأفراد من قيادات حزب الله، وكأن الأمر كان يتجه إلى القمة منتظرين منه أن يعلن يعني التخلي عن كل المقاومة وتركها للدولة اللبنانية وتسليم سلاحه للجيش اللبناني. كان في توقع ولم يحدث، ويبدو أن القرار اتخذ بإصابة حزب يعني نصر الله شخصيا. فإذا حدث وقتل هذا الرجل أو حسن نصر الله، طبعا هنا حزب الله في وضع صعب جدا، لأنه هو في حالة اضطراب شديدة حاليا، هي يمكن اللي سمحت الاضطراب اللي حصل لهم نتيجة التليفونات وانفجاراتها ونتيجة القتل المستهدف لقيادات في عسكرية كبيرة، أضعف قدرة الحزب على أن هو يحمي حسن نصر الله أو أن يقوم بعمل مخابراتي قوي، وخلق نوع من الشكوك ما بينهم، وسهل فرصة إسرائيل على اختراقهم ممكن بجواسيس إلى آخره. ففي تصور أن حزب الله النهاردة في حالة يرثى لها، وأن ليس بوسعه أن يفعل الكثير، لأن الضربات شديدة جدا، وإلى الآن لم يعلن بوضوح وبقوة أن حسن نصر الله حي وعلى قيد الحياة بتصريح رسمي من إيران أو من داخل الحزب. فده بيثير الحقيقة الشكوك أكتر أنه هو الرجل قد قتل. إذن لا تتوقعون رد فعل قويا من جانب حزب الله؟
لا أتوقع هذا على الأقل في المرحلة القريبة القادمة، وقد يحاول ترك الأمر للسلطات اللبنانية حتى يقلل من هزائمه اللي تكررت في الآونة الأخيرة بصورة أضعفت صورته تماما. وهو في نقطة برضه حاسبها سياسيا، تفضل. كلما زاد من الاستمرار في الصراع كل ما الدولة اللبنانية بتخسر، يعني هو ميليشيا داخل لبنان، هو داخل في صراع مع إسرائيل والدولة اللبنانية بتخسر، فهو بدأ يفقد برضو عاطفة وتعاطف الكثير من اللبنانيين، فالاستمرار بدأ يخسره، ففي لحظة فارقة لو ما اتحسبتش صح هيخسر كل شيء، فهو ممكن التراجع دلوقتي بالنسبة له ومحاولة يعني ان هو يعيد يعني انه يضبط صفوفه مرة اخرى اذا استطاع، يعني هتكون هو الحل الاوحد له في هذه المرحلة. يعني بحسب تصوركم أن حزب الله الآن بين شقي راحة، وبحسب التوقع أيضا أنه لن يكون هناك رد فعل قوي، لكن ألا ترى أن ذلك قد يغري إسرائيل بالفعل بالزحف بالتدخل البري؟ هو أنا أقول لحضرتك بصراحة أن في احتمال ممكن يتم تدخل بري إلا إذا قيادات حزب من حزب الله، الله أعلم مين اللي عايش منها، مين اللي في إيده السيطرة، أعلن تخليه عن المقاومة. في الحالة دي ممكن يبقى من الصعب على إسرائيل أنها تخترق بري، لكن إذا هم أكملوا في الإصرار على تدمير إسرائيل وزوالها وتدمير الجزء الشمالي منها بالصواريخ، في اعتقادي ده يدي زريعة، بالذات الحكومة الحالية تستفيد من هذه الزريعة جداً وتقدر تدخل مساحة كبيرة. وهل تاريخ إسرائيل القريب يعني يتطلب ذرائع؟ والله شوف حضرتك، حتى لو في البعض يرانا ولا يتطلب ذرائع، لكن ما برضو ما تديش انت الزريعة بنفسك، يعني انت لما انت تقول ان انت هتكمل ضرب فيهم كده ما بقى يعني الحجة، يعني انت يعني سهلت له موضوع الزريعة، ما بقاش في حد قادر يلومهم. لكن لو انت اعلنت ان هو ان انت ستقف القتال من ناحيتك، ساعتها هيبقى الضغط الدولي كبير قوي على اسرائيل انها ما تقتحمش لبنان، لان هنا بقت دوله، بقت هنا مش قضيه بتقاوم ميليشيا، دخلت صراع ممكن ياخد وضع اخر في مجلس الامن. طب وبخصوص الضغط الدولي تحديدا الولايات المتحده، هل رهان البعض على موقف الولايات المتحده او على قدره الولايات المتحده على الضغط على اسرائيل لكي توقف هذا العدوان أو على الأقل لا تتدخل بريا، هل هو رهان خاسر كما يصفه البعض أيضا؟ هو ممكن يبقى خاسر، لأن القيادات في إسرائيل بتوصفها لصانع القرار في واشنطن أن بالنسبة لهم قضية حياة أو موت، فحينما يصل الأمر بيتعرض أنه حياة أو موت بيبقى صعب جدا تدخل الآخرين فيه، لأن هو اللي هيموت هنا مش هيبقى أمريكا، هيبقى الإسرائيليين. سيدي دعنا يعني أعتذر للمقاطعة، لكن نحن الآن نتابع على الهواء هذا القصف الآن على العاصمة اللبنانية بيروت، هذا العدوان الإسرائيلي، هذه الصور التي أمام حضرتك الآن، يعني لم تهتز الولايات المتحدة، لم تتحرك حينما كان المشهد كذلك في غزة وهو مشهد مستمر أيضا، فهل نتوقع يعني تأثرا أو ضغوطا أمريكية؟ وأعود إلى السؤال السابق. أنا لا أعتقد هيبقى في ضغوط أمريكية لسبب بسيط جدا، في الحالتين هم شايفين أن الهجمة الأولى في المرة الأولى تمت من حماس، والهجمات الثانية تمت من حزب الله وتدخل في حرب غزة بإطلاق صواريخ على الشمال الإسرائيلي، فهم بيروا أن إسرائيل ما تفعله الآن ورد فعل لهجوم رهيب تم عليها، فأنا لا أعتقد أن الجانب الأمريكي سيتدخل في الأمر في تصور الشخص. طيب الأخبار تقول أن وزير الدفاع أو وزير الدفاع الإسرائيلي أبلغ نظيره الأمريكي بالعملية أثناء حدوثها، هل ما خفي كان أعظم؟ هل تعتقد أن هناك تنسيقا جرى مع دول يمكن أن تضغط أو تؤثر في حزب الله على ألا يكون لها رد فعل؟ هو شوف حضرتك، هم ما أخبروش ممكن الجانب الأمريكي
ولا أي جانب، لأن دي عملية في غاية السرية. أنت تحاول تضرب قيادة حزب الله نفسها، حسن نصر الله نفسه، فعملية احتمالية خروج معلومة بالنسبة لهم مش هيقبلوها، فهذا أمر طبيعي. فهو لكن الـ 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 الحقيقة في دول حاولت إن هي تحل بصورة دبلوماسية أو سياسية، ولكن للأسف حسن نصر الله كان لآخر لحظات بيهدد دائما بصورة وبيتحدى بصورة، يعني هو في وضع اضطراب، يعني كان من الممكن يبقى أكثر حكمة في التهديدات بتاعته، لكن هو كان في وضع اضطراب شديد، كل النظام فاقد السيطرة عليه، وزي ما شرحت لحضرتك من الممكن الاختراق المخابراتي، ومن السهل جدا على الجانب الإسرائيلي أنه هو يزيد ضرباته في هذه اللحظة، كأن ملاكم بدأ يترنح، فمن السهل أن تكمل بضربة قاضية. فهو ده ما أراها الآن فيما يحدث. يعني أشكرك شكرا جزيلا الدكتور توفيق حميد الكاتب والباحث السياسي متحدثا إلينا من واشنطن، أشكرك شكرا جزيلا. قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إن الهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يظهر عدم اهتمام إسرائيل بالدعوات العالمية لوقف إطلاق النار. وتابع ميقاتي الموجود في نيويورك تفاصيل الهجوم مع قائد الجيش اللبناني ومنسق اللجنة الوطنية لتنسيق عمليات مواجهة الكوارث والأزمات. ووجه ميقاتي باستنفار كل الأجهزة المعنية في ضوء المعلومات التي تشير إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة هذا العدوان. أعرب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان عمران رضا عن قلق بالغ إزاء التأثير المدني المحتمل للضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت. وشدد رضا على ضرورة أن تلتزم الأطراف جميعا بوقف إطلاق النار فورا. أكد البيت الأبيض أن فريق الأمن القومي الخاص بالرئيس الأمريكي جو بايدن أطلعه على الضربات التي شنتها إسرائيل على بيروت. وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن وجه بإعادة تقويم وتموضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط حسبما تقتضي الظروف، كما وجه بايدن فريقه للأمن القومي بضمان اتخاذ السفارات الأمريكية في المنطقة كافة التدابير الاحترازية. وينضم إلينا من مدينة أوتاوا بكندا زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي، أهلا بحضرتك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية أستاذ زهير. يعني في البداية، ما هي الدلالات الاستراتيجية لاستهداف إسرائيل لمقر قيادة حزب الله في هذا التوقيت بالذات؟ هل تعتقد أن إسرائيل تمتلك معلومات استخباراتية دقيقة عن مواقع قيادات حزب الله خاصة حسن نصر الله؟ من الواضح حقيقة بعد هذه العمليات الأخيرة التي قامت بها إسرائيل والعملية الأخيرة اليوم، بأن إسرائيل تمتلك معلومات استخبارية كبيرة جدا، وأن هناك اختراقات أمنية داخل لبنان تعمل لصالح أو خلايا من العملاء وغير ذلك، حتى من معلومات تكنولوجية، ولربما بعض الأطراف الدولية وأجهزة المخابرات الأخرى تزود إسرائيل ببعض المعلومات، مما جعلها تصل إلى قلب القيادة في حزب الله. هذه العملية اليوم ليست عملية عادية، وإنما تشير بأن هناك كان اجتماع موسع للعديد
من القيادات من حزب الله وأيضا من الحرس الثوري الإيراني وأيضا بقيادة يعني الأمين العام لحزب الله. وبالتالي هذا الأمر إن كان نجح عمليا ستكون ضربة قوية في سلسلة الضربات التي وجهتها إسرائيل في الآونة الأخيرة لقيادات حزب الله، وهذا سيأخذ المسار أو مسار الصراع إلى منحى مختلف تماما، لربما يعني إذا تم التأكيد على عملية اغتيال الأمين العام لحزب الله، هذا الأمر في تقديري بأنه سيحمل في طياته الكثير من المخاطر. نعم أستاذ زهير، وبالتالي سيكون الأمر بالغ الصعوبة. لكن من ناحية أخرى، كيف سيؤثر هذا الاستهداف على كفاءة القيادة والسيطرة داخل حزب الله، وهل سيؤدي إلى إضعافه بشكل كبير؟ لكن نعتذر لننوه إلى هذا الخبر العاجل، حيث استهدفت رشقة صاروخية من لبنان مدينة صفد بإسرائيل وسقوط أحد الصواريخ على مبنى بشكل مباشر، مما تسبب في هروب مستوطنين. والآن عودة مرة أخرى إلى مدينة أوتاوا بكندا. والأستاذ زهير، يعني كنت أسأل حضرتك عن كيف سيؤثر هذا الاستهداف على كفاءة القيادة والسيطرة داخل حزب الله. في تقديري أن الحزب حزب الله لديه سلسلة تنظيمية بالغة التعقيد، بحيث أنه إذا حصل أي غياب لأي قيادي كبير، وهذا ما يتوقعه بالتأكيد حزب الله، يتم استبدال أو يتم إحلال قيادي آخر، وهذا جاء في سياق ما صرح به مستشار الرئيس الإيراني اليوم، بأن هناك حتى لو تم استشهاد أي قيادي من حزب الله فهناك بدائل أخرى وسيحل مكانهم قيادات أخرى. وبالتالي في تقديري أن حزب الله يدرك تماما بأن جميع قياداته مستهدفة، وبالتالي هو يعمل حسابه لمثل هذه الأيام. ولكن من الواضح أيضا بأن حزب الله لا زال مرتبكا في هذه اللحظات، لذلك إذا لاحظنا منذ الإعلان عن هذه الضربة التي أعلنت هذا اليوم، بأن ردود الفعل من قبل حزب الله لا زالت محدودة ومركزة فقط على مدينة صفد، لم نلحظ قوة نارية أو رد ديناميكي موسع وقوي يتماشى مع حجم هذه الضربة التي وجهت إلى حزب الله. وبالتالي لربما أن هناك حالة ارتباك وحالة إعادة ترتيب، ولربما أن الضربة أصابت بالفعل قيادة حزب الله ممثلة بالأمين العام لهذا الحزب، وبالتالي هناك واضح أن هناك إشارات من الفوضى داخل الحزب، أو لربما يكون أن هناك تريث من الحزب، لربما أنه يعد إلى ضربة قوية في الساعات القادمة. طيب الأمور لا زالت قيد التكهن وليس محسومة حقيقة. برأيك أستاذ زهير، ما هو تأثير تزامن هذا الهجوم مع خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة على المشهد السياسي وأيضا الدبلوماسي؟ يعني عمليا نتنياهو كان على ما يبدو بأنه يدرك بأنه سيواجه إهانة داخل أروقة الأمم المتحدة، وخاصة عندما غادر القاعة معظم الممثلين ومعظم ممثلي الدول وقيادات الدول من هذه القاعة، ورفضوا الاستماع إلى خطابه العنجهي والمتكبر والمتغطرس
الذي عكس حالته النفسية التي يعاني حقيقة، بدأ بأنه يعاني من هزيمة وحاجة أو رغبة كبيرة إلى تحقيق أي انتصار، وبالتالي هو كان يدرك بأن هناك عملية. وهذا الأمر نتنياهو أيضا أرسل رسالة إلى الأطراف الدولية التي كانت تحاول أو لا زالت تحاول بأن تقدم أو تحقق هدنة لمدة 21 يوم كما ذكرت الأطراف الدولية، ولكن نتنياهو لربما أراد بهذه الضربة هو وحكومته بأن يضيف إهانة جديدة وإذلال أكبر إلى الإدارة الأمريكية ممثلة بالرئيس جو بايدن، وبالتالي هو أول من صفع البيت الأبيض والإدارة الأمريكية هناك، ومن ثم صفع المجتمع الدولي الذي كان يقف في المؤسسة الكبرى التي تمثل هذا المجتمع الدولي، وكأنه لم يكترث بهذا المجتمع ولا قيمته ولا أهميته، وحاول أن يرد هذه الإهانة التي تعرض لها ولربما الإذلال الذي تعرض له في داخل أروقة أمام الجمعية العمومية في الأمم المتحدة، حيث أنه لم يحضر عمليا الذي حضر في هذا الخطاب أقل من 10% تقريبا من العدد الإجمالي لأعضاء الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بالتالي أيضا يعني هل يعكس هذا التصعيد رفض إسرائيل لأي مبادرات لوقف إطلاق النار، وما هي الأهداف الحقيقية التي تسعى لتحقيقها؟ يعني عمليا إسرائيل هي تريد وقف لإطلاق النار، في تقديري أنها تريد وأنها تلهث وراء ذلك وأنها تبحث وراء ذلك، ولكنها تريد تحت النار وتريد تحقيق كل أهدافها. نتنياهو عمليا أشار إلى ذلك واضحا بأنه لن ينهي إطلاق النار ولن ينهي هذه الحرب إلا باستسلام كامل لحماس وبإذلال حزب الله وبتحقيق وعودة سكان الشمال أو سكان إسرائيل إلى الشمال، وبالتالي هو يريد أن يحقق جميع الأهداف المعلنة من حربه ليعود منتصرا ويزهو بذلك، ضاربا عرض الحائط متطلبات الآخرين، وضاربا عرض الحائط ما فعله ب 42 ألف قتيل قتلهم في غزة، وأيضا ما يقارب 2000 قتيل في لبنان، والتدمير الهائل الذي تسبب به في كل من قطاع غزة وفي لبنان، وهو يريد فقط أن يعود إلى شعبه حاملا راية الانتصار ليقول له أنا القائد الذي استطاع أن يحقق لإسرائيل هذا الانتصار الذي لم يحصل عليه من قبل. يريد أن يحقق منطقة أمنية في شمال قطاع غزة، وأيضا منطقة أمنية في لبنان. لذلك نتنياهو يحاول قدر الإمكان أن يفرض شروطه حتى يقبل بوقف إطلاق النار، غير ذلك في تقديري بأنه ذاهب بعيدا لأن يحقق الرؤية الأيديولوجية لهذه الحكومة المتطرفة والتي تريد أن تورط جميع الأطراف في حرب إقليمية موسعة، لربما أن يصل فيها لأن يقحم إيران، وبالتالي لربما يعتقد بأنه يستطيع أن يقحم الولايات المتحدة الأمريكية في هذه الحرب، وبالتالي يستطيع أن يقضي على الحلم الإيراني النووي ويستطيع أن يحقق عمليات التطبيع ويستطيع أن يجلب جميع الدول العربية والإسلامية إلى بيت الطاعة ويفرض نفسه كقائد لهذا الحلم الأيديولوجي التي تريدها إسرائيل وتريدها هذه الحكومة المتطرفة. هذا ما يريده نتنياهو. أما أن يقبل بوقف إطلاق النار بدون أن يحقق هذه الأمور، في تقديري لو كان يريد ذلك لذهب من البداية وتجاوب مع جميع الجهود الدولية منذ البداية، ولكن نتنياهو رفض كل هذه الجهود لأنه يدرك تماما بأن عملية تجاوبه من خلال موقفه المنهزم حتى اللحظة من خلال عجزه على تحقيق كل أهدافه المعلنة منذ البداية، وخاصة عجزه عن تحرير
الرهائن في قطاع غزة والقضاء على الفصائل الفلسطينية وسحب أسلحة الفصائل الفلسطينية ووقف أي تهديد من غزة لإسرائيل. هذا جعله عمليا في موقف الضعيف ولم يحقق الانتصار الذي كان يريده أو الذي يسعى إليه، وبالتالي هو يدرك تماما إن وافق على أي إطلاق نار سيعود خالي الوفاض، وبالتالي سيتعرض إلى المحاكمة وسيتعرض إلى المساءلة. هذا عوضا عن أنه أن المحكمة الفساد تنتظره، وبالتالي سيتم إنهاء مستقبله السياسي وهذه الشخصية التي لا يتمتع بها نتنياهو. نتنياهو يريد أن يبقى رئيسا للوزراء إلى الأبد، ويريد أن يبقى في صورة البطل الملهم لإسرائيل والذي يحقق ما لم يستطع أي قيادي غيره استطاع أن يحققه. هذه النرجسية التي يتمتع بها نتنياهو على حساب أرواح ودماء وأجساد الأبرياء من أبناء قطاع غزة وأيضا في لبنان، هذه لا في تقديري لا, طيب. لا يمكن أن تحقق. أستاذ زهير، يعني أيضا في ظل نعم يعني في ظل استمرار التصعيد وهذا العدوان ومع تكثيف الهجوم الجوي والاستعدادات للاجتياح البري، هل تتوقع أن تقوم إسرائيل بعملية برية في جنوب لبنان؟ كل شيء وارد حقيقة بعد العملية التي تمت اليوم، كل شيء وارد، ولكن في تقديري أن الأمر اليوم بات متوقفا على الرد الذي يمكن أن يقوم به حزب الله. إن كان ردا ضعيفا ومرتجفا في تقديري لن يكون هناك أي فرصة لأي شيء أمام لبنان، وسيتم أو عملية ردع لنتنياهو، وبالتالي سيستمر نتنياهو في حربه وسيدخل لبنان ولربما يصل بيروت ولربما يبتعد أكثر من ذلك. ولكن إذا كان هناك عملية ردع قوية من قبل حزب الله وأيضا فتح الجبهات الأخرى، وأيضا كان هناك مشاركة حتى لو غير مباشرة من إيران، لربما أن تعاد الحسابات ولربما يكون الأمر مختلفا ولا يستطيع نتنياهو أن يدخل بدباباته أو يخوض حربا برية داخل لبنان، لأن ذلك سيكون مكلفا للغاية، حيث أن الحالة الجغرافية أيضا في لبنان مختلفة تماما عن الحالة الجغرافية في قطاع غزة، وبالتالي ستكون الأمور ليس نزهة بالنسبة لإسرائيل في لبنان. ولكن إذا بقي الحال كما نراه اليوم، الضرب مستمر، التصفيات مستمرة، قوة الاغتيالات مستمرة، وبالتالي سيكون هناك انهيارات سريعة في الجانب الآخر، وبالتالي ما الذي يمنع نتنياهو لكي يستمر ويحتل بيروت إذا شاء؟ طيب أستاذ زهير، يعني ما هي التأثيرات المحتملة لهذا الصراع على المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط؟ يعني في تقديري أن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما بأن هناك غضب في الشرق الأوسط اتجاه موقفها الداعم لإسرائيل، أو اللغة المزدوجة التي تمارسها في من جهة تقول بأنها لم تكن تعلم بذلك ولم تكن تعلم بهذا ولم تكن تعلم بهذه الضربة أو تلك، ومن جهة أخرى هي التي تزود إسرائيل بكل الأسلحة الفتاكة التي تستخدمها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما بأن حربا إقليمية في المنطقة ستهدد مصالحها بلا أدنى شك. لذلك هناك تخوفات كبيرة وهناك غضب من الإدارة الأمريكية على نتنياهو لمحاولته الزج بها في هذه المخاطر، حيث أن البنتاغون يعني وزير الدفاع الأمريكي صرح تصريحا اليوم مع CNN حذر إسرائيل من الذهاب أو الخوض أو الدخول في حرب برية، حيث قال بشكل واضح بأن ذلك سيكون مدمرا لإسرائيل ومدمرا للبنان. وماذا يعني بذلك؟ يعني ذلك أن المصالح الأمريكية ستكون في خطر، كون أن إسرائيل إذا تعرضت لخطر يعني ذلك أن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية برمتها في المنطقة ستكون في خطر.
يعني من ناحية أخرى، هل ترى أن التصعيد الحالي قد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي، وكيف يمكن للولايات المتحدة المساهمة في منع ذلك؟ إذا أصبحت الحرب حرب شاملة ودخلت جميع الأطراف، يعني دخلت أطراف متعددة وأصبحت هناك حرب إقليمية، بالتأكيد سيكون هناك يعني زعزعة لاستقرار الشرق الأوسط، ولربما العالم برمته استقراره سيتزعزع، سيؤثر ذلك على الناحية السياسية والاقتصادية والأمنية، ستهتز بورصات العالم، إذا ستنهار البورصات في العالم، وبالتالي سيكون ذلك له انعكاسات كبيرة على الحالة الأمنية والحالة السياسية في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي في حالة عجز تام أمام ما يحصل، كونها نعم. في مرحلة انتخابية، لذلك هي نعم. تشعر أستاذ زهير، يعني معذرة لهذه المقاطعة، عن غضبه من إذلال نتنياهو لإدارته. يبدو أن هناك الآن قصفا على العاصمة اللبنانية بيروت، كما نتابع مشاهدينا على شاشة القاهرة الإخبارية، هذا هو بالطبع تصعيد واستمرار للعدوان الإسرائيلي على لبنان. نعم، نعود لحضرتك مرة أخرى أستاذ زهير، تفضل. كما قلت لك أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بغضب شديد جدا من نتنياهو ومن تصرفاته، كونه يمارس إذلالا واضحا وإهانات مباشرة لإدارة جو بايدن، وبالتالي الإدارة الأمريكية في حال عجز تام على معاقبة، لا تستطيع أن تعاقب نتنياهو كون أن الانتخابات الأمريكية على الأبواب وهي بحاجة إلى أصوات اليهود في هذه الانتخابات، وأيضا كونها في حال لا تستطيع أن تتصادم مع إسرائيل أو تظهر إسرائيل ضعيفة وهي الابنة المدللة لأمريكا وهي التي تحافظ على مصالحها، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أو الإدارة الأمريكية الحالية تشعر بعجز تام أمام هذه الرعونة أو هذه العربدة التي يمارسها نتنياهو وحكومته المتطرفة. طيب، يعني كيف يمكن لحزب الله أن يرد على هذه الغارات دون تصعيد الموقف؟ حزب الله في تقديري أنه لا يملك خيارات كثيرة إلا إذا كانت إسرائيل تراجعت عن هذه الحرب واكتفت بما حصل حتى اللحظة، اكتفت بذلك وقبلت بشروط الهدنة، وبالتالي في تقديري بأنه سيكون هناك أمل للتعاطي مع هذه الجهود الدولية، وبالتالي في تقديري بأن حزب الله لربما أن يتجاوب مع ذلك إن شملت الأمور وقف الحرب في قطاع غزة، وهذا ما صرح به الأمين العام لحزب الله عدة مرات بأن الهدف من دخول الحزب في هذه الجبهة من الحرب هو مساندة قطاع غزة ومساندة المقاومة الفلسطينية، وبالتالي هو وقف الحرب يعتبر يعني كاف بالنسبة لحزب الله لأن يوقف هذا أو التصادم مع إسرائيل أو حتى استمرار الحرب مع إسرائيل. ولكن السؤال هو إن كانت هذه الضربة التي حصلت اليوم أودت بحياة الأمين العام لحزب الله، ما الذي سيترتب على ذلك وما الذي سيكون، وهل حزب الله سيكون لديه رد قاس أم أن هناك سيكشف أمر مختلف تماما، وبأن غياب قيادات حزب الله أدت إلى ضعفه وبالتالي أدت إلى غياب القرار الذي يؤهله بأن يتخذ قرارات الرد الحاسمة والقوية والتي تردع إسرائيل. الأمور لا زالت غامضة، الأمور لا زالت يعني قيد التكهن، لا أحد يستطيع أن يتكهن بما الذي تحمله الساعات القادمة، ولكن المؤكد بأن الأمور ليست سهلة وإنما بالغة الخطورة.
لكن من وجهة نظرك أيضا، ما هي السيناريوهات المحتملة للأيام المقبلة في ظل هذه التطورات من وجهة نظرك؟ يعني في تقديري أن المجتمع الدولي لا زال عاجزا بالضغط على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل ستستمر في هذه الحرب وستستمر في قصف الضاحية الجنوبية في لبنان، ولربما تدخل حربا برية وتتمرد على النصائح الأمريكية وتذهب بعيدا في هذا الأمر، والأمور ستتضح. يعني أستطيع القول بأن الأمر يتعلق بوضعية حزب الله خلال الساعات القادمة وكيف سيتخذ قراراته بالتعامل مع هذا الأمر الذي قامت به إسرائيل، حيث أن ما تقوم به إسرائيل الآن وخلال الساعات الماضية ولا زالت مستمرة من غارات قوية جدا على الضاحية الجنوبية، وكأنها تقول بأنها سيدة الموقف وأنها صاحبة اليد الطولة في هذا الأمر، ولا زال الأمر من قبل حزب الله لا زال لا يرتقي لمستوى الضربات التي تقوم بها إسرائيل، ولكن على ما يبدو بأن هناك تحضيرات وبأن هناك آليات معينة خلال الساعات القادمة لربما أن المشهد يكون مختلفا تماما، ويكون هناك يعني تزامن مع الردود، خاصة بأن حتى إيران أشارت بأن إسرائيل في هذه المرة تجاوزت الخطوط الحمراء التي تقبل بها إيران، وبالتالي بالرغم من ضعف الردود الإيرانية عمليا، ولكن بالتالي لربما أن يكون ذلك إيحاء للمجموعات المسلحة الأخرى والقادرة على أن يكون من طرفها رد بالنيابة عن إيران، لربما أن يكون هناك ردود مختلفة. في تقديري لربما أن نشهد عمليات على الأرض في داخل إسرائيل، ولربما أيضا يتم القصف من عدة جبهات، ولربما أن يحصل مفاجأة كبيرة بأن يكون يعني إيران لربما توحي أو توعز لأحد الأطراف بأن يقصف بأسلحة نوعية جديدة لربما تقلب الموازين وتخلط الأوراق، وهذا الأمر وارد، وأيضا وارد أن يكون هناك وقفا قبولا بالهدنة ووقفا للحرب وقبول إسرائيل بما يقدمه أو ما تسعى إليه الأطراف الدولية لوقف هذه الحرب، ويكون هناك هدنة ل21 يوم، وبعد ذلك سيكون ترتيبات جديدة وأشياء ويعني أمور أخرى لربما تترتب على عملية يعني ينجم عنها عملية تهدئة لفترة أطول. أنا أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من مدينة أوتاوا بكندا زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي. ومشاهدينا الكرام، هذا هو المشهد في ليل بيروت، بينما يحاول آلاف اللبنانيين النزوح من الجنوب نحو الشمال، ها هي إسرائيل تواصل قصفها العدواني على العاصمة بيروت. يبدو أن ليل الشعب اللبناني النبيل طويل، هذا ليل خريفي بارد، فيما سبق من تغطية إخبارية طالب محافظ الجنوب اللبناني متحدثا إلينا من صيدا أن المطلوب الآن من المجتمع الدولي هو توفير غطاء، توفير أغطية في تلك الليالي الباردة، وتوفير حليب للأطفال. مشاهدينا الكرام، تتابعون الآن صورا حصرية وحية على القاهرة الإخبارية لغارات إسرائيلية جديدة تستهدف الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت.
ودائما متابعتنا وتغطيتنا الإخبارية مستمرة ومتواصلة مع حضراتكم من القاهرة الإخبارية. أشكركم وأشكر رغدة أبو ليلى. شكرا لك محمد موافي، والشكر أيضا موصول لحضراتكم. إلى اللقاء.